وفي كلمته التي ألقاها أمام القمة بالإنابة عن الرئيس السيسي، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استنكار مصر للقرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية بشأن القدس. وأوضح وزير الخارجية أنه لا يمكن تحقيق أي تسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا على أساس حل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة. واعتبر شكري القرار الأمريكي مكافأة للاحتلال وإذكاء للنيران والدم والفوضى في المنطقة، داعيا الجميع إلى تحمل هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية.